إيمان من فرنسا، كريم من بلجيكا، سميرة من كندا، وابتسام من الإمارات، وبرادا من السنغال. عامين ما جاو المغرب بسبب جائحة كورونا، كانوا كيتابعوا البرامج اللي قامت بها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بحال إعفاء من رسوم التسجيل بنسبة سكن اقتصادي، تخفيض رسوم التسجيل بنسبة 50% للأصناف الأخرى، في حدود واحد المبلغ معين. استعدادا للمواطن المهاجر، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة كتفكر في مغاربة الخارج. موقع إلكتروني كامل وشامل، إلا بغيتي تشوف الأرض شحال عندك الحق تبني من طبقة أو تصميم تهيئة أو الأرض واش فلاحية ولا حضارية، فيلا ولا عمارة، تطلب تصميم وكاع اللي احتاجيتو وكثر من هذا الشيء كامل. موظفينا في الوكالات الحضارية كينتظروكم بكل شغف وحب لتقديم كل الخدمات المتوفرة من بلانات وتصاميم ورخص، وحتى تقديم شيكات والبت فيها، وهما غادي يكونوا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله في الخدمة ديالكم.